شو بيحمل آخر أسبوع من شهر أيار مالي مواليد السرطان؟ بنقول لمواليد السرطان إنه لحديت هلأ عندك دعم، ميركور بعده داعمك، وكوكب مارس أو ميركور ببلش يدعمك ب21، وكوكب مارس بيضل يدعمك بس ل25 مش أكتر. بعد 25 رح يبلش يعاكسك، ولما يعاكس كوكب مارس بطلب منك التأني والحذر وعدم المجازفة بأي مجال. لحديت 25 يعني لحديت يوم الأربعاء رح يكون في دعم لخطاك، لأنه مارس بيكون بعده بالحوت. استعجل العلاج، استعجل الإنجازات، ما تأجل أي طلب لإلك، وما تأجل إلى أي يوم آخر النقاشات. اختار يومين مهمين من التنين 23 والثلاثة 24 حتى تحسم وضع معين، وتجنب بعدين إذا بتريد، إذا عم تسمعني يعني عم تاخد بالنصيحة، تجنب أي لقاء أو نقاش أو إجراء بين الأربعة 25 والجمعة 27. ما تغلط في مرة أنا عاكست اللي كنت عم بقوله ودفعت الثمن. هالفترة معاكسة جدا جدا بين الأربعة 25 برجع بقلك والجمعة 27. أما إذا أردت تلميع الصورة وترطيب الأجواء والقيام بوساطة أو اللجوء لمن يتدبر الأمر عنك، فاعمل هالشي بين السبت 28 والأحد 29. بهاليومين فيك تتقدم بطلباتك أو تقوم بمساعيك أو تسأل البعض عن بعض الحلول أو تقوم بنقاشات، لأنه الأفلاك بتحلك انفتاح على بعض الأطراف الفاعلة وبتحملك معلومات مهمة أو بتجعل بعض الأوساط النافذة تنظر لإلك باهتمام. التنين 30 مناسب لموعد حب، أو إذا كنت على طريق الحب فهذا اليوم بيحمل لك جديد، لأنه الأمر الجديد بالجوزاء بيجعلك جذاب جدا وبيحمل محادثات ناجحة، بس كمان بيتحدث عن لقاء مع الماضي ومعاودة تجربة سابقة.